خاطر مراحي اليوم جيت هنا انا وامي واختي وبابا والعائله كل على خاطر عزيز، وعزيز كما وقف معايا وقف مع برشا عباد لازم الناس الكل نقفوا معاه وكلنا رانا حرقنا مراكز فري عزيز وصبر. حسبي الله ونعم الوكيل في كل عون امن يدعى بالباطل ويعمل قضيه باطليه للباطل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حضوري خاطر احنا كما تعرف احنا مساندين الشباب هذا اللي نعتبروه شباب الثورة، وشباب الثورة يلزم الحوار معاه ما يلزمش القمع وما يلزمش تلفيق القضايا. طبعا مثلا قضية الزطلة هذه هي قضية كارثة بالنسبة للبلاد لأنه آلاف من الشباب اللي هم مشاو ضحية المسألة هذه، وقانون اللي نعتبروه جاية وما يلزمش القانون هذا، يبقى السيف مسلط على شباب الثورة وجرحاها اللي اليوم مرقاو قاعدين معنا نشوفوا فيهم ضايعين والى اخره. يلزم التحاور معاهم ويلزم الرجوع كما قالوا هما للثورة بقية، ويلزم الرجوع الى الاهداف اللي قامت من اجل الثورة، وهذوما هما المستقبل نتاع البلاد نحبوا ولا نكرهوا، وهذوما اللي طاحوا بالنظام الفاسد والنظام الديكتاتوري، ولهذا يلزم نتحاوروا معاهم، يلزم ربط القنوات معاهم، ما نجموش نواصلوا بالطريقة هذه. ما يلزمش الأمن يرجع للأساليب القديمة، نعرفوا اللي فما تطورات داخل المؤسسة الأمنية ولكني غير كافي، يلزم مواصلة الضغط على طريق الشباب وإحنا معاهم باش نجموا يتصلح حقيقة الأمن ويصبح أمن جمهوري كما نحبوه نسكت. اليوم كي تحس انه فما رجوع للحاجه اللي انتفضنا ضدها، احنا انتفضنا على دوله بوليسيه، معناها دوله مبنيه على البوليس، على استغلال النفوذ، على مش على احترام المواطن. اليوم الممارسات هذه قاعده ترجع، قاعدين نشوف فيها كل يوم مع عزيز ومع غيره. عزيز معناها خلينا معناها نتلموا وخلينا نعاودوا نشوفوا الناس المنظمين واللي تقول لا واللي دافع على الحق تلمى بعضها، اما مئات والاف كيما عزيز قاعدين كل يوم تتلفق لهم قضايا، تتلفق لهم تهم لانهم تكلموا، لانهم معناها تجرؤوا باش يقولوا لا للطغيان البوليسي هذاك. علاش اليوم كيف انا وكيف غيري وكيما برشا ناس نشوفهم اليوم هبطوا مساندة عزيز وصبري؟ صحيح ما بالاساس معناها وجودي هنا ضد عوده دوله البوليس اللي معناها عايفتنا في رواحنا في وقت بن علي، ونحسوا فيها قاعده ترجع في كلام بوليسيه بيدهم. كي وقف بوليس اليوم يقول لك ساعه مشى في بالك ساعه يا اخي انا راجعين وانا باش نعملوا مع عندكم، معناها في حلق الواد مركز حلق الواد بصراحه معناها كل يوم شباب الياسر في حلق الواد يتم ابتزازه وتصير له مشاكل غادي وغيره. لذاك اليوم معناها نحبوا نوجهوا رساله قويه، اذا كان مشينا في مسار نحبوا نكملوه خلينا نفهموا رواحنا، اذا كان ما عملنا شيء ورجع القمع خلينا نرجعوا للشارع ونرجعوا معناها للثوره من اول وجديد. حضورنا اليوم قيادات من شبه الشعبية واضح هذا مساندة لشباب الثورة وتنديد برجوع الدولة العميقة اللي اليوم قاعدة تحت غطاء إعادة اعتبار قوى الأمن، قاعدة تعاود تكرس في منظومة أمنية، قاعدة تهدد في الحريات وتحب تهين المواطنين وبالأساس الشباب منهم. وفي هذا الوضع معناه احنا ندافع على عزيز ونطالبوا إطلاق سراحه وربط بين قضية عزيز وقضايا أخرى رعاية سياسية ما عندها حتى معنى، وضرورة إطلاق سراح عزيز ضرورة معناها حتمية، وعزيز من شباب الثورة والناس اللي هوني معاه شاركوا وكلهم حرقوا مراكز وحرقوا مناطق، والثورة ثورة واللي قاعد اليوم يحب يفشخ الثورة في تاريخ تونس غالط، خاطر شباب الثورة مازال هوني وقاعد رافع الراية هذه.